يقول لي قدم الكاميو. أنه تم الاتصال بنا عبر مركز التنسيق وعلمونا باللي كاين نار متمثله في حديقه النما هنا مركز تسليه. تم السيطره على الحريق والحمد لله، يعني ما عندناش خسائر كبيره، خسائر هي صحيه متمثله في الحشائش الجاف. هناك اجراءات تتخذ ضد المؤسسه اللي متعاقدين معها لانجاز المشروع، لان لحد الان ما عنديش المعطيات. نشوفوا لو غاردياناج باسكو سي تي جي دوفي اسيغي لو غاردياناج.